كبار، مباراة كبار، المباراة لا تزال فيها أهداف. من ملاعب كرة القدم إلى مغاسل الموتى، حكم دولي يعتزل التحكيم ليعمل بين المقابر ومغاسل الموتى. إنه اللاعب والحكم السابق حسن البحيري الذي يقضي جل وقته في هذا المكان كمغسل ومكفن للموتى داخل أحد مغاسل الموتى بالرياض بعد اعتزاله للتحكيم. الشهراني ويتقدم مضحي، ما في داعي تقدم مضحي، وفي حكم المباراة يقول ما فيها شيء، حكم المباراة يقول ما فيها شيء. 30 عاما قضاها حسن البحيري في الملاعب شهدت أحداثا كثيرة، ليأتي الحدث الأخير ويجبره على الرحيل. إصابة لاعب نادي الأهلي السابق عبد الرحمن أبو سيفين بكسر مضاعف بعد تدخل مضحي الدوسري ليخفق الحكم حسن البحيري في تقدير الموقف ويأمر اللاعب بالنهوض. عندما انتهت المباراة جاء حضر لي حسام أبو داود وقال لي ترى منصور أبو سيفين أخونا مع أبو سيفين انكسر ورجع وذهب المستشفى. بالتالي هنا طلع لي إحساس الأبوة، كيف لما تعلم أمه أو أبيه أنه ابنه انكسر وبالتالي يتعطل عن المشي والمسير والعمل. ذهبت إلى استوديو الحبشي في شارع عسير وأخذت الشريط، كان يصور لنا في المباريات، وذهبت ودخلت بمنزلي وشغلت على الزمن اللي كانت في هذه اللقطة، وجدت فعلا أنه قد انكسر. اتصلت في جريدة الرياض وأعلنت اعتزالي عن التحكيم نهائيا. بعد اعتزاله للتحكيم ووفاة والده قرر البحيري أن يغير من حياته ويعمل في عمل كانت بداياته مفزعة. توفى والدي رحمه الله، ثم أتيت المسجد القديم، كان المسجد القديم ليس المسجد هذا، وأتيت بأبي إلى المغسلة، قمت بتغسيله أنا ومعي. فأنت عندما انتهى الغسل وانتهى العزاء بعد بتأر 4 أيام بدأت أتي إلى المغسلة. أنا قعدت 6 شهور أول ما دخلت مغسلة الأموات، وهذا خلي في بالك عشان ما تعودت. أنا 6 شهور أنا أفزع زوجتي في المنام، أشوف الميت قدامي، أحلم أني أنا في مغسلة الأموات وصايح أنا ما أدري منامي، وهي تقول مسكينة. حتى يوم من الأيام قالت يا أنا يعني رجاء يعني حاول أنك تترك كل شيء، ولا قلت والله إلا أن أترك المغسلة الأموات خلاص، أنا عشت مع الأموات، أبيهم، أبي الأموات أنا. بالرغم من ترك البحيري للتحكيم والرياضة بشكل عام، إلا أنه يتذكر قصصا طريفة حدثت في ملاعب الزمن الجميل. كنا في اللهم صل وسلم حفر الباطن، عبد الرحمن الزيد الحكم الدولي وأنا معي، والله نسيت اللي معنا الثالث، كنا نحكم القيصومة والباطن، تعرف ما بينهم إلا 8 كيلو نار وبارود. الحاصل المباراة شوشرت، عبد الرحمن الزيد حكم احتسب بلنتي على القيصومة البلد المضيف. بدأت الحجارة تجي، الحصى يرجمون. أصابت أكرمكم الله قدم اليسرى حجر كبير، طحت ما عاد أشوف الدورة وأنا نايم. لو تسأل عبد الرحمن الزيد قال لك معي الراية، شوف الراية متمسك فيها. وأنا نايم بلف أسأل عبد الرحمن أقول وقف المباراة وأنا ما أشوف، بس أقول له كذا وأنا اللي رجلي. فشالوني من الأرض أكرمكم الله، جابوا لي جزاهم الله خير ثلج ورمت القدمي، قدمي ورمت كذا. كملنا المباراة، المهم أنه حصل الضرب والضريب، جيت ركبوني ورا من مد مرفوعة رجلي. 17 عاما قضاها البحيري بين مغاسل الموتى، بالرغم من صعوبة الحياة في مكان كهذا المكان، إلا أن البحيري يستمتع في قضاء وقته هنا وبدون مقابل. خلف الخلف، MBC الرياض.